بعدنا معكم مشاهدينا مباشرة على الهواء من برنامج نور جديد عبر شاشة نور الشرق. بحب أذكركم فيكم تتواصلوا معنا إذا كنتم مضطرين تتركوا بيوتكم على الويب سايت www.nursat.tv، تختاروا نور الشرق وتختاروا نور جديد، هيك فيكم تتابعونا وين ما كنتوا موجودين. وطبعا في رقم عم يمرق تحت بأسفل الشاشة خلال هالساعتين للأشخاص يلي بحبوا يتصلوا فينا ويعطوا رأيهم أو يسألوا أي سؤال للضيوف الموجودين معنا. منرحب بالجميع. من أين ينبع الفساد ومن أين يبدأ التغيير؟ الفساد صار موضة عنا، صارت موضة العصر إذا بدكم، ولكن كتار أشخاص بيجهلوا، بيعرفوا كلمة فساد بس كتار أشخاص بيجهلوا إنه بيكونوا هني عم بيمارسوا الفساد بس هني عم بيحاربوا ضد الفساد. أسئلة كتير رح نسألها لضيف اليوم المحامي جوزيف ونيس. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ضيفنا الدائم. ميرسي جوزيف. مثل ما قلت أول سؤال كنت بدي أسألك غير سؤال. في كتار أشخاص هو عنوان بنعرفه كلمة الفساد، أوف هالبلد شو في فساد، أوف كيف بدنا نحل الفساد، ولكن نحن بنكون فاسدين، عم نمارس أنواع من أنواع الفساد كانت صغيرة ولا كبيرة. صحيح. شو تعليقك؟ هي منظومة الفساد هي منظومة كبيرة، يعني فينا نحن من سرقة المليارات من بعض الأشخاص، خلينا بالدولار لحتى للمخالفة. هي الفساد هو شيء بس تخالف أنت القانون وتأذي المجتمع اللي حواليك. هذه هي هذا في بهالمعنى تعريف الفساد، أنه أنت تحط أموال بمطرح مش مناسب وتاخذ أموال من مطرح مش من حقك، مش من حقك. يعني هذه هي المنظومة كلها سوا بطريقة هيك مافيوزية يعني القصة. إيه على السهل. طب نحن هون حلو كتير سؤالك إنه نحن كيف بدنا نبلش التغيير. يعني دائما بنطلب نحن التغيير من الأشخاص الآخرين. التغيير لازم يبلش منا، يعني كل واحد من بيته، كل واحد من الطريق، كل واحد ما يكب على الطريق. يعني لكن من أبسط الأشياء، أنت عم تخالف القانون قبل ما نطلع على الطريق، خلينا بالبيت. يعني من بالبيت أكيد عم نعمل شيء فساد. إنه أكيد بتلاقي جارك معلق على الجار الثاني كرمال يوفر له كهرباء 20-30 ألف، آخر شيء ببج قوطة الكهرباء، ببج بتجي الشركة بحطوا فوقهم وتحتهم، بيعملوا لهم ضبط، بيروح على المحكمة بيطلع لهم حكم، بيرجع بيعمل وصايه ليشيل الحكم وبيسبوا المسؤولين. إيه وكله سوا. هيدي شو إنه خي ما تخالف، انه انت خي خلص اشترك بالساعة وقدها بيطلع لك. طب اشتركت بالساعة بدك تضوي كل شيء، وبيرجع مثل ما بتعرف من زمان كان يطلع انه مثلا اذا اشترك بالموتور حط على الديجونتور هيك قلتك ولزقه حتى ما حتى ما يتك لك يا خي. طب يا مواطن انه خلص التزم بالقانون، اعتبر انه اخي عندي انا هالخمسة امبير، عندي 10 امبير بدي التزم. ما حدا الا ما بده يوسع يبلش من عنده. صحيح. بمحاربة الفساد هي يبلش يحارب نفسه، انه يعرف انه حدودك هالقد ما بقى تتخطى حدودك. بتلاقي انه مثلا بيجي واحد بيصف بباركينج تبع جاره، بس قبل خلينا بقصة الكهرباء، انه هون بيكون عم بيوفر هو على حاله وياخذ من جاره وبيرجع بيدفعه بالمحاكم دوب. يعني هو بيكون هو ما هي شو بيوفر جني على حاله، يعني قد ايه بده يروح انه قد ايه بده يوفر شهر شهرين ثلاثه يوفر 100 ألف، بيرجع بكله غرامه شي مليونين ليره. بس بيرجع بيدق للزعيم تبعوله، بيرجع بيربح الواسطه تبعوله، بيرجع بيدق للمدري مين ليخفضوا له اياها لمليون، مثل ما عم بتصير هلا انه بيخفضوا بشيلوا بحطوا اخر شيء هن زيتهم وبرجع بيكون دفعهم. شو قصه سكر المي كمان؟ قصه عيارات المي بيسكروا المي في اتجاهات لسكر المي للشارع هيدا وللشارع بيسكروا لبعضهم. ما هي في كتير مشاكل نحن بنشوفها بالقضاء. يعني هون لازم المواطن يبلش هو يراقب ويصحح كل شيء بينبع من. اذا بدنا نغير نرجع بنقول انه الدوله هي سلطه وشعب وارض. بس مساله الفساد هون بطلت مرتبطه بالدوله اذا بدك، بما انه الشعب هو اللي عم بيمارس الفساد. قد ايه بدها تكون مفتحه عيونها وقاشعه اذا هيدا الديجونتور تك ولا ما تك، مش او حط له التيك او سكر المي. هيدي خلص صارت الثقافه السياسيه تبعولتنا والثقافه العقل تبعول المواطن تربينا التربيه. خلص رب انه انت شاطر بشطارته، مين قبضاي اكثر؟ انه مين اشطر يخالف انه هو القبضاي الذكي الحربوق. صارت مخالفه يعني قبضايات. إيه انه حربوق لا ذكي برافو معلق. خي انه ليش ما انت عم تعلق وغيرك عم بيعلق واخر شيء بتشت الدنيا نص شتوه بتبج المدري الكابلات. ما رجعنا للقصه بقصه المي بتلاقي معي طب حط عيار مي لك قال لي اطلب عيار مي لحتى نعرف قد ايه انت عم تصرف مي. بتلاقيه بيغسل سيارته وبيغسل مدري شو وعمل لي زريعه بقلب بيته وجاره ما معهوش نقطه مي.
ما كمان ما هيدي شو هي مش فساد؟ طب انا كيف بدي اقول انه هذا المسؤول سارق وحرامي وعم بخالف قوانينه؟ انت ببيتك بلشت تخالف القوانين. طب هل لانه المواطن حاسس حاله انه هو منفصل عن الدولة او عن الحكام، انه الحكام والدولة والمسؤولين عايشين بدنة والمواطن اللبناني عايش بدنة، بخليه هيك يمارس الفساد بطريقة عشوائية؟ لا، صار المواطن عشوائية. اللبناني صار عم بجرب ياخذ حقه بايده، بقول لك اذا اذا هالطبقة السياسية يعني فاسدة، واذا كل العالم عم تسرق وكلهم في قليل شيء فاسد، بنرجع بنقول قليلنا شيء فاسد بالحبس، بيطلعوا بيسبوا بعضهم، بقول له انت سرقت مليار دولار، بقول له هذاك الثاني لا انت سرقت مليار دولار، لا انت ايام بنك المدينه مدري شو اخذ، وما بتعرفيش كيف راحت المصريات. المواطن اللبناني بيقول لك يا اخي انه انا ما قادر حسبهم، وهالسقافه السياسيه اللي كنت لازم هو يعملها بالانتخابات ما عملها، او عملها بالقلب، راح رجع صوت لهم لذات الاشخاص، قال لك خليني انا اشوف كيف بدي اخذ حقي بايدي، اخذ حقي بايدي، بلش وفر بهالانتتيش، يعني وفر من هون 20 دولار لهون 30,000 هون مي، ولك اخر شيء يعني عم تعطيه حق شوي هون لانه بالوضع انا ما بعطي حق، كل واحد بخالف القانون لازم يتحسب، من 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 اصغر شغله لاكبر شغله، لازم نعلم اولادنا انه بس انت اليوم قلت انه المسؤولين ما بيتحسبوا، ما في حمين يحسبهم، لازم نحن نشتغل هون، معناتها ما في مسؤول فينا نغيره هيدا اذا كان فاسد عنه. هيدي للاشخاص اللي بيقولوا انه كل شيء نحن عندنا خلص مفروض، لا انا اؤمن انه نحن فينا نغير، مشان هيك عم نحارب، مشان هيك عم نعلي الصوت، حتى وصل اللبناني يجي يسرق الواي فاي، يعني تخيل الارتيب بيكون قاعد جارك تهدي انه يا اخي كم مره بيغيروا الباسورد لارتيب كم جاجة لك يا اخي ماشي الحال وبدها عن جد شيء بيضحك وبيبكي. قلت كيف يعني انه في عندنا خبريات ما بتتصدق انه كيف واحد بيروح بيسرق سجاده بيطلع، يعني امور يعني وصلنا على مطرح انه خلص لازم نحن نلتزم بالقوانين. خلينا نبلش من كل واحد من نفسه من بيته، واخر شيء فيك تطلب المسؤول. هل برايك اول خطوه لنبعد عن الفساد نبعد يكون عندنا اشخاص حاميننا ومتكلين عليهم؟ يعني اليوم انا اذا صفيت محل ما بدي اوه فلان عندي واسطه، إذا حد عمل معي مشكلة بقول له تليفون وبيخلصني إذا فتح، بس هيدا نوع من الفساد كمان. هيدا هو الفساد بعينه، هيدا هو الفساد بحد ذاته. يعني هي أول خطوة قبل ما كمان يغير بالكهرباء، ما هو وقت اللي بحس إنه هو ما بقى عنده مين يحميه ومين يدافع يحميه بطريقة يدافع عن أخطائه، يعني يحميله أخطائه ويخبيهم، ساعتها ببطل يسترجي لا يقتل أو يأذي أو يحلي الديجونتور. يعني ما هون عم يرجعونا لما قبل الدولة، يعني عم نحكي نحن وقت طلعت الدولة بالعالم انه شيء اسمه الدولة، انه نحن جينا او الشعب رضي انه يعطي هالدولة المسؤوليات اللي هي تحكم بالعدل بيناته. عم نرجع نجي شو، طب يا اخي اذا هو هذا الشخص عنده شخص قوي، طب هذاك الشخص بيكون عنده شخص قوي وبتصير يعلقوا ببعضهم الاشخاص الاقوياء بمعنى، واخر شيء هني بيتفقوا مع بعضهم بيكونوا قاعدين المسؤولين وهن بيكونوا مقبرين بعضهم على موقف سيارة، يعني الأشخاص اللي فايتين ببعضهم. هلا عم نقول لخي ليه بدك تخالف؟ خلص التزم بالقانون وانت جرب السقافة السياسية لحتى تقدر تغير، انه في عنا انتخابات، في عنا نقابات، في عنا هاو كله مارس حقك، لحتى كيف بدك تغير؟ طب كيف هالفساد بدك تروح؟ طب من تلقاء نفسه بقولك دغري بيسألك، هذيك مرة حطينا شغلة هيك انه ما بقى تسألني انت انه هالقاضي لمين تابع وهالقاضي لمين تابع، اسالني اذا قضيتك ربحانه مش ربحانه وجيب لي الوثائق القانونيه دغري. خلص صار في عندنا سقافه، فلان لمين تابع، هذا المدير العام لمين تابع، هذا شو مفتاحه، هذا هو السؤال بينسال، شو مفتاحه. صحيح يا اخي وين صرنا نحن؟ صحيح. وعلى فكره العين قدام همه والنظر وقدام مأذيه بنفس الوقت، وقت الشخص انت عم بتقول من حاله ما يخالف بده يطلع على جاره، ليه جاري قادر يعمل انا ما بقدر، او فلان قادر يعمل هيك انا ما بقدر صف محل ما بدي. انت ملاحظه شو عم بصير هلا مثلا بكل البنيات، بيشتري واحد شقه من شاف جاره مثلا عمل خيمه ارميد صغيره، بروح بيعمل وحده هو اكبر منه، بصير في مخالفتين، بيشوفوا الجار وانت اللي بيعمل بيقول له ما انت عامل، ما انا عامل انت عامل، هداك بسكر بلكونه وهداك هيك، اخر شيء بتطلع البنايه ماشي، يعني كانت بنايه صارت ما بعرف شو بتسميها، هاو مخالفات. طب انت قادر تشتري بيت صغير اشتري بيت صغير، قادر بيت كبير بيت كبير، طب ليش بدك تكبر بلكونه؟ بس انتبه هون المعتر بياكلها، بس اللي عنده دعم ما حدا بيهرب صوبه. لا بلاكي هو ما في قصه، يعني دائما بالحياه انه واحد بيقدر يتزاكى شهر وشهرين وسنه، بس انه اخر شيء بس بعدين القانون بده بس اخر شيء بده يطاله القانون. يعني هذا الحميك
اخر شيء بده يجي القضاء والقانون انه ما رح يقدر بقى يحميك، بيرجع بينزل مخالفه على كل البنايه وبتطلع الصرخه وبيعلقوا ببعضه. نرجع لزيادة الخبريه انه انت خي هون ما تخالف كنت لحتى ما كنا نفوت ببعضه. هل بهالحاله لازم يكونوا قاسين اكثر بالاحكام؟ يعني اليوم ببعض الاحكام فيها غنج، يعني ببعض الاحيان لازم يقصوا، يعني اذا مثلا نقول حدا قتل حدا لازم تكون يعني العقوبة كتير قوية ما يرجع يسترجع يعملها، وبنفس الوقت بالمخالفات لازم تطبق القوانين. إذا طبق بس غنوجي شوي القوانين. لا لا القوانين مش غنوجي، كتير مهم القوانين، بس إنه بالنهاية هلا الحالية أكيد نحن بعد ما شفناش كتبة بس هيك ما بنعرف نحن، بس إنه في عندك أوقات بتكون حالة إنه طب مخالفة بنا، طب تيجي بتخرب منظر البنايه وبتعمل وبتعلق وبيعلقوا بعضهم الجيران، اخر شيء بيطلع عليه غرامه مثلا مليون ليره، 500,000 ليره، مليونين ليره، بقول لك ايه بعمل بلكون بوسع انا وبدفع مليون ليره. يعني من هالامور البسيطه مثل قصه السير، طب جينا نحن طبقنا القانون، ما شفنا الا تطبيق القانون على السير، هي بس على الغرامات. يعني مش حاطط حزام الامان بتدفع لك بلاوي اذا مش عامل، طب ما شفنا الدوله هون مثلا مظبط الطرقات. طب انا يعني انا يا خيي بمشي على الطريق مزبوط، بس ما انت ما انا ما هالطريق مش مضويه. مش طبيعي قصه الادويه، وخاصه بالشتاء اولادنا على الطرقات رعب ما بقى، يعني عن جد نحن اشطر سويقه بالعالم، درايفرز بالعالم، تنسوق بهيك طرقات كلها جوار، طرقات عم بتشتت الدنيا، ما فيها لاينز، ما فيها خطوط، ما فيها اضاءه، عن جد شابو بالنا، يعني شيء خطره شبوبه عن جد. طب هيدا مش فساد؟ طب وين البلديات هون؟ يعني قد ايه بتكلفهم هاللمبه اذا ضووها؟ مش قصه بلديات، ما هون المشكله بلبنان هي تشعب المسؤوليات. بدك تشوف انه هي الطريق مسؤوليه البلديه ولا مسؤوليه وزاره الاشغال، ولا بدك تشوف هي مش على طول على البلديه؟ لا اذا كان الطريق عام بدك تشوف الى وزاره الاشغال ومش وزاره الاشغال ومين بده يعملها، وهذه لوزاره الطاقه وهذا وزاره المياه والنهر مدري لوين. هيدي تشعب المسؤوليات عم بتخلي ما واحد ما يكون بقى مش مسؤول. قبل ما نحكي شو صار بالثورة اللي قاموا فيها بفرنسا على ضريبة، بس ضرائب وأجروها 6 أشهر ونزلوا العالم على الطرقات وطلبوا بحقهم، ولكن نحن مبنجين قاعدين ببيوتنا ما بعرف لأي متى، بس أنا بحس أنه العالم تعبت، أنا حس العالم خلص ما بقى فرقان مع حدا، ما بعرف إذا هيك عم شوف على الطريق. لا ما بعرف اذا وصلت لمرحله الياس خلص، مش يأس انه خلص ما بقى فرقين معهم مين لاحقين، صار خلص بدهم حقهم، بدهم يعيشوا ببلد بكرامتهم. دائما بنمرق من بعد كل انتخابات بنمرق بهذا الياس اللي حضرتك عم تقولي عنه، لانه انت بيكون قبل الانتخابات بيجوا المسؤولين والمرشحين بيعبطوا نحن بدنا نعمله، بدك بلدنا بده يصير احلى بلد وبجيب لك وكذا والشغلات كلها، واذ من بعد الانتخابات بعد 3-4-5 أشهر بحسوا انه ما في شيء، وبيرجعوا بيعيشوا معاناة هالسنتين 3-4 لحتى تكون انتخابات الثانية. هلا ما بدنا نعمم الكل، لأنه البعض بنعرف إنه عن جد في بعض الأشخاص نيتهم خير وبدهم يحسنوا، بس ما عم يطلع بإيدهم، لأنه إيد لوحدة ما بتزقف، للأسف الأكثرية عم بيكونوا. هلا إحنا ما من يعني ما بنعمم، ما بنجمل 100%، هلا بيطلع له 1% مش مشكلة بنفتش. مرسي أعطيت 1%. لا انه بس انه من المسؤولين عم بحكي انه اوكي هذا اللي عم يشتغل اللي هو ذاته اللي هلا مثلا ما خلونا نشتغل وكذا وشغل بيرجع بيتمشى، مين ما عم بيخليه. طب اليوم انا بفوت على صفحات السياسيين وبتفرج انه هن عم بينقوا شو هالفساد بهالبلد، وهن موجودين بالسلطه وهن بايدهم يغيروا، طب هن مين عم بيرموا؟ ما عم بفهم العالم يعني. وهن اذا بتشوف البرامج نحن بس نوصل، واذا نحن عملنا نواب بدنا نعمل هيك هيك هيك، طب بصلوا 7-8 أشهر، طب شو عملتوا؟ بقول لك ما خلونا نشتغل، ما في مصاري، هن ذاته بيرجع بيترشحوا. هلا كل القصه ما في مصاري، هو يعني بس في مصاري للشجره، كل شجره بتكلف، مع انه زمان الميلاد نحن مع الزينه، بس شفت المباراه صار في ماراثون شجر يعني، صاروا ما هي مليون دولار، هذا مليونين دولار بتحس انه بيعملوا مباشر على الهواء واحتفالات، وبتلاقي 3-4 شحادين قاعدين تحت الشجر ميتين من الجوع، شعب بده ياكل بده يشرب، وشجر مكلفه ملايين من الدولارات يعني للاسف. هيدا فساد، هيدا ظلم، هيدا مش هيدا الفساد اللي بيخلي صار في ظلم. هيدا الظلم اخر شيء بده يبج مطرح، بده يبج بثوره، يعني هلا شئنا ام ابينا يعني خلص. ما هيدا بشوفي انت بفرنسا مثل ما حضرتك قلتي، نزلوا على مشي مدري كم سنت ما بعرف يعني على قصه ضرائب، زادوا ضرائب مشي يعني، نزلوا ما عم نقول نحن مش مع التكسير يعني على البنزين، دخلت نظر يعني ضرائب ايه على قد ما عندنا هموم مش
نزلوا، احنا مش مع التكسير ونكسر محلات، لا احنا مع الشيء السلمي طبعاً. يعني احنا طبعاً. مع انه التغيير السلمي، بس قدروا وصلوا صوته للمسؤولين، اضطر رئيس الجمهورية يعني رئيس الجمهورية ينزل ويعتذر واجل 6 شهور ما لغيها، بس اجل 6 شهور اوكي يعني في مسؤولين بينتبهوا لشعبهم انه هاي الشعب هذا صوتهم يعني بالنهاية هذا المسؤول بده يكون بيحكي باسمه، طب انا اللي جبتك انا انتخبتك، بمعنى انا ما انتخبتنيش بس انه انا يعني بس انت عارف شعبهم كيف عايش؟ مرتاح، عنده طبابة يعني عنده شيخوخه، ده مش شيخوخه نزلون على لكن اللبناني شو بيعمل؟ لازم يكون عايش بالطراد، نحن لحتى نغير مش معودين، نحن هيك معودين يمكن نعيش. طب يعني وقت اللي بيكون في هالقد في فساد هل هالشيء بيعني انه ما عندنا ثقافه سياسيه ببلدنا؟ لا ما هون الثقافه السياسيه بتجي انه انت تقدر تغيري، يعني بقى تكون في فساد ما في ثقافه سياسيه طبيعي. صار في ثقافه نحن عندنا مثل ما كنا عم نقول خذ حقك بايدك، زموط قبل ما يجي غيرك ياخذ الخبريه. عم نشوفها كثير هالظاهره على فكره، كل مين عم ياخذ حقه بايده. صحيح مش عم بكل شو اسمه بيقول لك ما بقى عندي ثقه بالقضاء، بتروح اقدم شكوى على المخفر والمخفر بتحولها من مدري لوين وبتطلع عندي جمعتين ثلاثه، خلص خيب بياخذ حقه بايده خلصت. هلا اكثر شيء مثلا تشوف الاشخاص بيقول لك شو حقه رصاصتين، خي عم اهلك روق ما بدنا نقدر، بس انت يعني هو بده يخالف القانون، هو بده يعمل، بس انت بدك تروقي. فالعالم بضغط وخاصة هلأ مدارس وخاصة أعياد ماشي وما قادرين يمكن يعايدوا أولادهم، صار في عنا مشكلة إنه ما عم نقدر نحن هالأمور كلها سوا نحلها، وما في حكومة، مين بده ياخد القرارات المالية؟ وبنرجع منقول ما في إسكان، مش عم ننق، بس هيدا هو البلد، هيدا هو الفساد. إذا ما قدرنا نحن كافحنا الفساد ما رح نقدر نحن نعمل بلدنا أو نخليه يبلش يتطور. طيب هل توزيع المناصب، يعني اليوم بنشوف مسؤولين، هل تعتقد أنه في بعض المسؤولين مش بمكانهم الصحيح، تم توزيعهم بطريقة مش مزبوطة؟ يعني أنت حطيت بمكان مش لإلك، ما عندك خبرة فيه، ما بتعرف، مش قادر. ما هي بيقولوا توزيع المغانم بين بعضهم، أنه أنا كيف بدي أحط مثلا إكس، بعطي مثلا كيف بدي أحط أنا مثلا مهندس وزير صحة ومحامي بعمله وزير تربية، وخير اعطيه نعمل نحن، خلينا هلا خلص بندعي من هون، عم نقول خلينا نعمل حكومة تكنوقراط يا خي، يا احزاب اللي هلا انتم ربحتوا بالانتخابات، ليش ما بتجيبوا الاشخاص الكفؤين اللي عندكم وتحطوهم بالمكان المناسب، الرجل المناسب بالمكان المناسب؟ يعني بنحط زلمة بيفهم بالصحة بنحطه وزير صحة، واحد بيفهم بالقانون بنحطه وزير عدل، مش بس بالوزراء والنيابة، عم نحكي كوظائف بالدولة. ما كلها محسوبيات، ما كلها محسوبيات، بدنا نخلص من قصة المحسوبيات. هاي لحتى نحن بدنا نخلص منها، ايه هيدا لنبلش نحن هون، نحن عم نشوف في كثير اشخاص لنشوف نحن بده يضل في محسوبيات هيك. ما عم نقول لا نحن بنبلش من الصغير، هو اليوم ما في، من الصعب انا بلاقي انه نغير مسؤول، خلص هيك ربيو، هيك ربيو من زمان، هيك المسؤولين ماشيين على هالتربية السياسية اذا بدك، من الصعب انه كمواطن، هن كذا مسؤول بينعدوا بس المواطنين كتار، صعب انه يغيروا المسؤولين. مشان هيك انا بقول المواطن بتبدأ، انا بقدر، انا نحن نقدر نغير وعندنا، بس خلينا ناخذ قرار نحن كشعب، نبلش من نفسنا مثل ما بلشنا الحلقه، نقول انه نحن من نحن ما بدنا نخالف، لحتى نفرجي اولادنا انه بيك ما بيخالف، لحتى ما ترضى انت بالمخالفه بس تصير انت بشي مهنه او وظيفه عامه. بس اذا انا تربيت على المخالفه بس اوصل للوظيفه العامه شو بدي اعمل؟ ما رح خلي مال عام يعني اذا انا تربيت هيك. ما بعرف اذا هالخبريه صحيحه، سمعتها امبارح في 5000 موظف عينوا بوقت هلا عم تطلع الاخبار، في اخبار ما بعرف، في قرار من مجلس وزراء انه ممنوع التوظيف، يعني مش ممنوع بس في 5000 شخص عم بيقولوا هيك، بس ما بعرف صراحه ما فتش انا، بس بيقولوا انه صار في توظيفات هاي المياومه وما المياومه يعني على اليوم، هيدي مثل مخالفه للقانون او لقرار مجلس وزراء انه بمنع التوظيفات، بفوتوه مياوم يعني بالنار، والمياوم بتعرفي عندنا بلبنان كل شيء مؤقت بصير دايم. احلى شيء موظفين سكك الحديد، بعضهم بيقبضوا لليوم كمان، يعطيه العافيه يعني أكثر، يعني عجل عم يتعبوا كيف عم بيسوقوا هالتران، ولا مره صار حادث ولا مره صار حادث كمان عن جد يعني كيف لهم عين يعني هذا الدخل هيك ما عم بفهم، مش بس هل بس هي كتير واضحة إنه في كتير مؤسسات تحسي أنه طب شو اللي عم بيخليهم ما يوقفون؟ بده قانون خاص، يعني إقرار قانون خاص لأنه توقفوا معاشاتهم، ولا بس كلمة واحدة بيتوقف؟ صراحة واحد ما بيعرف ليش، كونك كمحامي لأنك بس بالقوانين، واحد عم يقبض ما هو بالنهاية شو الدخل؟
دخل لقاء عمل، انت بس تشتغلي بيطلع لك مصاري، ما اشتغلتي ما بيطلع لك مصاري. صحيح، مش بس مش موجود الترند، ما هيدا هيداك الدخل. اوكي، اذا لا انا قصدي انه انا الموظف اللي ما عم يشتغل، طب ليه ما بتحطه بمطارح عايزينه نحن؟ يعني هذا الشخص اللي انت هلا اذا نقول سكك الحديد، ما في سكك حديد، هل موظفين لحتى ما تضلك قاعد؟ حولوا لقطاع ثاني انت بحاجه له، بوزاره العدل حاجه له، بالماليه حاجه له، بالتربيه حاجه له، بالتعليم في 100,000 بس بتعرفي مشكله كثير كبيره اليوم، ما في ضمان شيخوخه، وفي كتار اشخاص انه صاروا بسن التقاعد اذا ما ببيوتهم ما قبضوا منين بدهم يعيشوا؟ كارثه. ما هيدي هي مجاعه. ما نحن كنا عم ندعي، وخاصه بعدنا هلا يعني كلها هيك لينك مع بعضها، في سيركل بدها تصحيح من اولها لاخرها. هيدي اقرار ضمان الشيخوخه، ما هي في قوانين كثير موجوده بالمجلس النواب، هاو لازم ينبتوا، لازم ينحلوا، لازم يتطور القوانين تبعنا، لازم تحديثها. طب هذا اللي وصل على 60-64 موديفيل مثلا، نشوف شو بيعمل؟ ان زمانه كان هو بسلك الدوله بيقدر يقبض معاش تقاعدي، شو بيعمل؟ بدي يقول خلاص يعني انا اخرتي بدها تكون اذا مش مجمع شوية مصاري كارثه. لجمع مصاري شو بدك تعملي؟ بصير يفكر الانسان انه انا لازم افشخ فشخه اكثر من قدرتي، فلازم انا شوف كيف بدي استفيد لحتى اخرتي ارتاح. بترجع انت شو بتعمل؟ بتصير يلا تستفيدي لاخرتك، وهكذا دولك. طب اذا انت جيت عيشت المواطن، قلت له يا اخي في عندك مدرسه رسميه متطوره حط اولادك، عندك صحه بتفوتي على مستشفى مرتبه، انت ضمان الشيخوخه مامنت لك، طب شو بعد؟ ليش بده بقى يصير عينه بده يطلع انه بده يشوف شيء ياخذ مال العام؟ الشخص الفاسد اكيد ما بيخاف الله، كلنا بنتفق على هالشيء. تربية، تربية، اذا هو عارف ما حدا بيقول لك تربية، تربية بيكون فاسد. بعيد عن الدين، يعني بعيد عن الله، كونه هو شخص فاسد هلا يكون عم بيمارس الفساد، يعني اي خطا بنقوم فيه بنكون بعد عن الله. هو بيعرف، لازم كل فاسد اكيد بيعرف انه هو عم بخالف التعاليم الدينيه والسماويه، لانه ما في شيء بيسمح انه انت تجي تمد ايدك على المال العام اللي هو مال العام يعني للكل، تيجي تاخذ انت منه. ما هذا شيء يعني هذا شيء اكيد ما انه محلل، هذا حرام. يعني هلا شو المطلوب؟ انشاء جيل جديد؟ اكيد بلش جيل جديد مع اعمار كبيره، بس يكون في جيل جديد، مش نحن راحت علينا. يعني نحن كنا من زمان نتعلم تربيه المدنيه بعد بس ما بعرف اذا بعد يعني انه هذه نحن وصغار انه مره انه اذا الحجر بس ما كنا ندرسها، كنا ننقلهم انه كيف بلش الفساد من المدرسه، كنا ننقلهم ما نعرف قيمتهم. هلا يعني كنا نحط مصاب بعد مذكر انت لانه زيح الحجر عن الطريق، انك ما اشترك كنت تدرس كنت انه كثير بيهتم في هالموضوع، انه ليش ما بنربي اولادنا انه هيك؟ كم مره قاطع ابنك وابني قدام الطريق وشاف زباله او شاف كيس بقول لك ما لا يا اخي تعود نشيل الكيس حطه زيحه نشوف حجر على الطريق زيحه. بس هلا شو بنعمل؟ بنطلع على الحجار بنكسر الدنيا بننزع شو اسمه بس لحتى نحن انه نوصل كم يعني محطه على تروتوار وقاطع. يعني نحن كل شخص منا اليوم مدعو، نحن الدوله، انه هو نحن الدولة. نحن انه نحارب الفساد، صح. ما نتكل على المسؤولين لانه هن مش عصا سحريه بدهم يغيروا الفساد بليله وثانيه. نحن الشعب يلي بده يبلش يحارب الفساد، صحيح، بكل صفاته. منبلش فينا نحن ما بنحارب بكل شخص بحاله قبل ما يعلم اولاده بحاله، صح. حدا بيحارب حاله الفاسدين ما هن فاسدين، لا كل شخص فينا. يعني اليوم مثل ما قلت انا اذا مرقت وشفت بدي صف محل غلط بلش بحالي، صف محل صح قبل ما انصح ابني، صح. يعني اليوم كيف بدي انصح ابني اذا انا عم بتصرف غلط او بنتي؟ بس انت اذا جيت علمت ابنك الله شاطر بشطار تطلع تروتوار قفوني انت هون بلبنان انت بلبنان بنحكي اللي بنعرفه، هو انت عم تعلميه اشياء بعدين عم بيعلقوا براسه انه بس يصير هو بشي بوظيفه بده يسرق. بس هالشيء كثير بيزعلني اوقات عند لبنانيه للاسف، مع اني كثير فخوره اني لبنانيه، بيوقفوا بالمطار ببيروت بيوقفوا نص ساعه على الطرق بنقوا بكسروا الدنيا على السوشيال ميديا ببهدلوا البلد، بيروحوا على غير بلاد بيوقفوا ساعتين بالخط وكلنا بنسافر وبنعرف، وما بيفتحوا التمر وبيمشوا على النظام وبيمشوا على الضو هنيك وبيحطوا شاط الامان وكل شيء وهم بيجوا بنقوا. ما كمان عندنا مشكله نحن بيعرفوا هنيك انه في تطبيق القوانين، يعني بس نحن ما هون عم نقول نبلش نطبق القوانين، صح. نحن بدنا نحارب الفساد، صح. من خلال كانه عايشين ببلد قوانينه عم تطبق. بس اذا انت مثلا واقفه على الاشاره الخضراء او الاشاره الحمراء بيجي واحد بصير يزمر لك تيت يا اخي ما اشاره حمراء، بقول لك ايه بعرف ما ترد عليه، ما في حدا. بتصير برا كمان بلاد برا بتصير اوقات قليل، بس انت هيدا هي الذهنيه بدنا نغيرها، صح. انه خي انا خلص عم بلتزم القوانين، فلازم نحن اذا بتحدد الدركه بقول لك يلا ماشي الحال ما حدا شايفك،
شو ما حدا شايفك. يعني الدعوة اليوم مش بس نلوم المسؤولين انه في عنا فساد. الدعوة اليوم نبلش نحن صحيح. نحارب الفساد. ما اذا نحن فعلا بنحب هالبلد وفعلا بدنا اولادنا يبقوا لانه هاجروا كل اولادنا، ما في حدا بلبنان، ونسبه المهاجرين السنه نسبتها اعلى من السنه الماضيه للاسف، عم بتزيد. لازم نحن نبلش من بيوتنا، لازم نبلش وكل شخص بيخبي عن عمل الفساد بكون هو فاسد، عم يشترك بالجريمه، عم يشترك بالجريمه معروفه بالقانون. صحيح. اهلا وسهلا فيك محامي جوزيف ونيس، على طول الحديث معك مشوق والمعلومات اللي بتعطينا اياها والنصائح قيمه جدا. خلينا نشوف شو النية اليوم اللي بتطلع لك. ما نقيت نفس الورقه، اول ضيفين نقوا اول ورقه. اهديك انا الرب كل حين والبي حاجتك في الضيق. شو حلوه رجعت لي اياها. اهديك انا الرب كل حين والبي حاجتك في الضيق. حلو حلو. هيدا تكملة لحديثك قبل الهوى، كنت عم تخبرني يعني خبرية لتعرف انه يسوع معك. اكيد. ودايما معك وان شاء الله بدنا معك بهالشهر. ميرسي. خاصة بهالشهر الحلو. صحيح انه العالم كله متضايقة ورغم كل هالظروف لازم نعيش العيد. لا أكيد لانه أكيد. يسوع هو العيد. صح. ومجيئه على هالدنيا كرمالنا وخاصة بوقت ضعفنا. أكيد. أهلا وسهلا فيك ناتر جزار. مشاهدينا بحب ذكركم بالويب سايت www.tv. هي عائلة نورسات موجود فيها كل القنوات، تختاروا نور الشرق وبتتابعوا كل برامجنا وبتعرفوا كل جديد، وهو كمان عبر تويتر وعبر انستغرام وفيسبوك. وأنا بتمنى لكم هيك نهار فرح وبسمة يمر عليكم بهيك بنسمة كتير خفيفة، تنسوا كل أوجاعكم كل همومكم وتتكلوا على يسوع. وعلى أمل لقاء الجمعة الجاية بنفس الوقت. إلى اللقاء.